نتجه إلى رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، يحدثنا عن هذا القلق الذي يسود الأسواق. تصريحات ترامب على ما يبدو أعطت إشارة أيضا سلبية رائد للعقود الآجلة كما نشهد، وعادت للارتداد. يعني كيف نقرأ بالمشهد الاقتصادي وأيضا السياسي في حال فوز ترامب؟ يعني حقيقة ميسا، تحتدم المنافسة في الانتخابات الأمريكية ويبدو أنهم متقاربين بشكل كبير في الوقت الراهن. الأصوات النهائية لا تزال تظهر تقدم بايدن، ولكن بالنسبة للولايات المتبقية وبالنسبة للفرز حتى الآن يظهر تقدم لترامب، وبالتالي إمكانية احتدام المنافسة لفترة قد تمتد أكثر من اليوم. نحن نتحدث أنه ممكن تمتد حتى أكثر إلى يومين أو ثلاثة حتى يكون هناك فصل النهائي بالأصوات، إذا خصوصا إذا ما تقاربت الأصوات بشكل كبير. لكن ترامب بدأ يترجم السوق بشكل واضح أن بقاء ترامب يحفز ارتفاع الأسواق بشكل أكبر، نظرا لوجود الاقتطاعات الضريبية الكبيرة، نظرا لوجود أيضا الحزمة التحفيزية التي قد المقدمة حتى الآن. وإن كان الحديث عن الحزمة التحفيزية المالية من جهة الديمقراطيين هو أكبر في الفترة القادمة، ولكن لا يصب مباشرة في مصلحة الوول ستريت أو في مصلحة أسواق الأسهم. بالتالي لذلك الأسواق حاليا تترجم يعني تقدم ترامب في الانتخابات بإيجابية نوعا ما، وأي تراجعات لترامب تظهر نوعا ما يعني ضعف وارتداد سلبية في أسواق العقود الآجلة، وبالتحديد نتحدث عن أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أنه النقطة الحاسمة هنا أنه ممكن يسود هذا الجو لفترة أكثر امتدادا، وذلك سيعطي سلبية نوعا ما للأسواق، خصوصا أنه ترامب صحيح أنه الحديث عنه أنه لم يفيد الاقتصاد كثيرا، ولكن البيانات تظهر أنه لولا فيروس كورونا كان الأداء الاقتصاد جيد وبشكل كبير في فترة رئاسة ترامب. ولكن من ضمن النقاط الرئيسية كنا نتحدث عن هذه الحرب التجارية التي امتدت لأربع سنوات مع ولاية ترامب ما بين أمريكا والصين. ما هي التوقعات في حال فوز بايدن رائد؟ هل سوف نشهد استقرار من حيث هذا أو في هذا المحور؟ وكيف سوف يكون الاقتصاد أو المشهد الاقتصاد الكلي بالنسبة للولايات المتحدة في عهد بايدن؟ الديمقراطيين إجمالا يميلون إلى تهدئة العلاقات الخارجية، هذا ما حدث في زمن كلينتون، شاهدنا ذلك بعد الحرب بعد فترة جورج بوش الأب، وأيضا كذلك الأمر يعني تميل إلى علاقات تجارية أكثر هدوءا وأكثر إيجابية إن صح التعبير. وأعتقد بايدن يسعى إلى تحقيق ذلك وإلغاء فكرة الحرب التجارية كليا مع الصين التي استغلها ترامب بشكل كبير. صحيح أنه تمكن من إدخال العديد من مليارات الدولارات كضرائب أو رسوم نوعا ما على الصين وفي الوظائع الصينية، ولكن في نفس الوقت فرض على الصين واردات أمريكية، وبالتالي ذلك كان يعني يعتبر مكسب إيجابي للصناعة الأمريكية وأيضا كمصدر دخل جديد للولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لتخفيض الميزان التجاري كعجز كان كبيرا لصالح الصين. ولكن أعتقد العلاقات التجارية التي يستهدفها بايدن في الفترة القادمة هي قد تتسم بهدوء أكثر إذا ما تمكن من النجاح، وسوف يلغي كليا التوترات التجارية، خصوصا أنه تركيزه أكبر سيكون على أن يكون هناك علاقات تجارية متبادلة إيجابية ليس فقط ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أيضا سوف يكون له تأثير إيجابي على سبيل المثال على البريكزيت، أن يكون البريكزيت سوفت، يعني أنه راح يكون بعلاقات تجارية إيجابية. بالتالي هذه هي النظرية أو هذه هي النظرة التي يتبعها بايدن أو الديمقراطيين إجمالا، وسوف يكون تركيز بايدن أكثر على يعني إعادة تصحيح البنية التحتية فيما يتعلق بقطاع الصحة وأيضا تشجيع القطاع الطاقة النظيفة، هذه هي أبرز المحاور التي
التي سوف يتجه إليها بشكل كبير في الفترة القادمة وسيلغي أي خلافات تجارية. نعم، يعني خطة التحفيز أيضا واحدة من الأمور اللي عم تترقبها الأسواق. رائد اليوم إذا ما فاز بايدن، برأيك كيف حنشوف تحركات الدولار؟ عادة خطة التحفيز هي عم تعطي بعض الضغوطات على الدولار، أما إذا فاز يمكن ترامب قد نشهد عودة الارتفاعات من جديد. كيف ترى مشهد الدولار الآن؟ يعني الدولار الأمريكي كانت ارتفاعاته هي مرتبطة بشكل كبير قبل الانتخابات بالتوجه إليه كملاذ آمن يعني نوعا ما للحماية من التقلبات التي قد تحدث في فترة الانتخابات نتيجة عدم اليقين فيما يتعلق برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية للأربع سنوات القادمة، في أي سياسة سوف يتم الاتجاه. بالتالي كان هناك الطلب بشكل واضح. ما نراه حاليا هو إمكانية أن يكون هناك ربط أكبر، وجود بايدن يعني حزمة تحفيز مالية أكبر، نجاح بايدن يعني تحفيز مالي أكبر، وهذه الحزمة التحفيزية ستكون مباشرة للأسر والأفراد، وبالتالي سوف تسبب بلا شك ضغط كبير على أداء الدولار الأمريكي بالاتجاه الهابط، ولكن ليس بالضرورة أن تكون إيجابية لأسواق الأسهم. هي ليس من الضرورة أن تكون هي تحقق استدامة في التعافي فيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلكين، بالتالي ذلك لن يفيد كثيرا أداء أسواق الأسهم بشكل كبير، أو هناك شريحة معينة سوف تستفيد، ولكن إجمالا الدولار الأمريكي سيتلقى يعني ضغطا كبيرا بالاتجاه الهابط في حال فاز بايدن، على بينما ترامب أعتقد لن يحدث ذلك. ولكن ماذا عن أسعار النفط رائد؟ يعني كما نعلم مع وجود هذا الفائض الموجود وأيضا التوقعات السلبية نوعا ما بالنسبة إلى أوبك وأيضا ارتفاع في ليبيا والعراق كذلك، ولكن ارتفاعات وتفوق البرنت يتفوق ويخترق مستويات الأربعين دولار في حال فوز ترامب أو بايدن، كيف سوف تتحرك أسعار النفط؟ يعني مسبقا الأسواق تترجم أن بايدن في حال نجاحه هو يتجه إلى الطاقة النظيفة، ولكن أول المتضررين منه بشكل مباشر سوف يكون قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، وأي ضغط على هذا القطاع سيقلل المعروض النفطي، وبالتالي يحسن من توازن أسعار النفط عند أسعار أعلى من المستويات الحالية. بالتالي بايدن على المدى القصير ممكن أن يكون إيجابيا لأسعار النفط، لكن على المدى المتوسط إلى الطويل لا ننسى أنه يدعم الطاقة النظيفة. نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.